وتعال نبتدي بالسؤال اللي فعلا نهوان دايرته مبدئيا. عرف الناس ايه هو الفن ده وبدايتك انت شخصيا معاه كانت يعني ايه ملابسك؟ فن الاركت هو فن تقطيع الخشب الابلكاش اللي عمل منه مجسمات زي ده وعمل منه بورتريهات. الابلكاش تحديدا؟ اه باستخدام المنشار ده. تمام. ما فيش اي ادوات تانية. ياه منشار ده؟ كل ده باستخدام المنشار ده. حتى التفاصيل بتاعه الوش برده كل حاجه. التفاصيل الصغيره دي برده صعبه قوي. المنشار ده يعني صح ولا ايه؟ وابتديت امتى الحكايه دي؟ ابتديت تقريبا حوالي من سنه ونص كده. كنت انا في كليه اداب اعلام شعبه اذاعه وتلفزيون. كنت داخل مرسم الكليه عشان اتعلم رسم، بس ما توفقتش في الرسم وفضلت تقريبا في رسم الحاجب اسبوعين، فمليت من الموضوع وما كملتش واتعلمت فن الاركت ده تقريبا حوالي في نص ساعه. فهمت الاساسيات. بجد والله ما شاء الله عليك. فهمت الاساسيات، يعني اليه عمل المنشار، انواع الابلكاش، ازاي اشتغل وكده. وبعد كده بقى بدات ان انا اشتغل على نفسي كتير لحد الحمد لله ما وصلت للمستوى ده. بس القصه مش ان انا اتعلم بس اركت، لا انا لازم اكون بعرف ارسم. يعني انت بتعمل زي بورتري. طب ما انت جايب قفشه مثلا، ده بالظبط حسين الشحات، يعني كلهم جايبهم بالظبط. بس هو تكنيك معين. هو ملوش علاقه بالرسم، هو شغل فوتوشوب. الاول بشتغل على الصوره احولها لطبقات ان انا اقدر اشتغل عليها، بعد كده بقطعها بقى بالمنشار، وفي الاخر بجمعها اللي هي الطبقات فوق بعض فتظهر بالشكل ده. اوكي. طب هل وانت اصغر سنا كان عندك شغف تجاه النوع ده من الامور؟ اصل تكون من سنه ونص، فواضح ان انت اتفاجئت بان انت عندك. هي حقيقه صدفه، ويعني انا لقيت نفسي في الفن ده فكملت فيه، لكن انا ما كانش عندي اي درايه بالموضوع خالص وانا صغير. اوكي.